لا، أولا اليوم لا يمكن طرح حلول من طرف الولايات المتحدة الأمريكية قبل تنصيب جو بايدن رئيسا رسميا للولايات المتحدة، لأنه ما يحدث اليوم مجرد تخبط اللحظات الأخيرة لإدارة ترامب من ناحية، وحتى ما يقوم به الملك المغربي أو النظام المخزني، حتى لا نعمم على كل الشعب المغربي الشقيق، هي لحظات لتخبط. هم يعلمون أنه لا مجال لحل ملف الصحراوي إلا الاستفتاء وتقرير المصير، هكذا جاء في الأمم المتحدة. والبوليزاريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي باعتراف الأمم المتحدة وليس باعتراف عدد من الدول، لذلك هذه الحلول هي الرصاصات الرقمة الأخيرة التي يحاول أن ينتحر بها ترامب وكذلك نظام المخزن. في اعتقادي لن تقدم ولن تؤخر في شيء، لأنه الأمور لكنها أتت تحت رعاية. عذرا على المقاطعة دكتور، لكنها أتت متعاقبة، بداية تم الاعتراف كما تعلم بسيادة المغرب، ومن ثم فتح قنصلية، واليوم يقولون بأن الحل بالحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد. في حال أنه تخبط، كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية المقبلة مع هذه الخطوات المتوالية؟ لا، أكيد أنه من غير المنطقي الذهاب إلى حكم ذاتي، لأنه هنا المغرب وقع في تناقض مع نفسه، لأنه من ناحية يقول أنه هذه الأراضي هي مغربية، ومن ناحية ثانية هو يتنازل من أجل حكم ذاتي. نعم. وهذا خير دليل أنه هناك تناقض وتخبط في اتخاذ القرارات، لأنه يعلم مع جون بايدن الأمور أعتقد ستتغير بالنسبة إلى الولايات المتحدة. مثلا أنه يوم أمس ترامب أسدى وسام من أعلى رتبة للملك المغربي، والملك المغربي أيضا أسدى وسام المحمدي أيضا لترامب لمساهمته في التطبيع مع الكيان الصهيوني. كل هذا يدخل في إطار صفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا علاقة لما يحدث اليوم. الشعب الصحراوي يتم قمعه ويتم التعتيم على ذلك، وهي مسألة حتى لا أقول أسابيع أو أيام، هي مسألة سويعات، وسنسمع كما ننتظر قرارات منطقية من الإدارة الجديدة الأمريكية، لأنه حتى مسألة الحكم الذاتي هي لا ترضي الطرف الصحراوي، لا يمكن إقصاء الطرف الصحراوي أو فرض تسوية عليه، لذلك التسوية يجب أن تكون برعاية أممية. تقصد لا يمكن الوصول إلى تسوية سياسية أو تسوية النزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب حتى لو تم فرض أو القبول بمبادرة الحكم الذاتي؟ لا، هو قبول النوع من التسوية إن صح التعبير، لكن منذ عشرات السنين الأزمة ليست وليدة أمس أو من اختراق المغرب لوقف إطلاق النار لعام 91 مؤخرا عن طريق معبر القرقرات، ولكن الأمر يعود إلى السبعينات وحتى إلى الستينات من القرن الماضي، أين كانت المملكة المغربية لما كانت هذه الأرض تحت استعمار إسباني. لذلك أعتقد أنه الأمر هي مسألة وقت، من الصعب اليوم الجزم عن الحلول، لكن أعتقد أن الأمر مستبعد جدا أن يذهب الجميع إلى حكم ذاتي، لأنه حتى بالنسبة إلى المغرب يعتبر تنازل، وأعتقد أنه سيتراجع عن هذه النقطة. طيب، كما تفضلت عقود طويلة من النزاع بين الجانبين سيقودنا إلى جزئية في غاية الأهمية عن رد الفعل المتوقع من جبهة البوليساريو. لا، هو البوليساريو كانت قد رفضت مسألة الحكم الذاتي مرارا، ولا أعتقد أنه يمكن تجاوز موقف البوليساريو أو فرض هذا المنطق عليها من طرف الولايات المتحدة التي تبعد بآلاف الكيلومترات عن المنطقة. يعني ستستمر بالنزاع.
ستستمر الصراع. أكيد هي لا، الصراع سيستمر إلا في حالة واحدة، هي الجلوس على طاولة حوار سياسي بين طرفي وبحضور المراقبين موريتانيا والجزائر وكذلك الأمم المتحدة، لأن المسألة في الاستفتاء بالنسبة إلى المغرب وحتى بالنسبة إلى البوليزاريو هي الهيئة الناخبة، من سيذهب للاستفتاء؟ وهذا ما تقوم على به المملكة المغربية منذ سنوات، وهي ترحيل وتهجير عدد من سكانها من الشمال إلى الجنوب حتى تكون هيئة ناخبة يمكن أن ترجح الكفة إلى صالحها، وهذا ما كشفته البوليزاريو يعني قبل سنوات، مما أدى إلى يعني توقيف حتى مسار الاستفتاء. وضحت. أشكرك جزيل الشكر الدكتور رضوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حدثنا مباشرة من الجزائر.